بسمار فقره راح تجيكم نهايه كل حلقه. بعض المساحات تحتاج تنضرب بسمار ببعض الاحيان بمفهومنا العراقي، سواء كانت من النواحي الخدميه او السياسيه او الامنيه او ربما مساحات اخرى واوسع من ذلك. نحكي اليوم عن كورونا. اليوم العراق سجل يا جماعه 9144 حاله مع ارتفاع بالوفيات بشكل كبير. بتقديري الشخصي ان هناك شقين اثنين من المشكله او سبب المشكله. الشق الاول تتحمل السلطات بمختلف تفاصيلها، والشق الثاني يتحمل المواطن ودرجه وعيه وتعاطيه ويا المرض. المواطن بشكل كامل في العراق بالوقت اللي تغادر كل الدول مساحات هذا الالزام بالتباعد الاجتماعي وكذلك الاجراءات الاحترازيه، والدليل أمم أوروبا وما يجري بيها جمهور 60,000 متفرج على المدرجات بدون كمامات، إحنا قاعد ندخل بمنزلق خطير يؤدي إلى أن يتوطن هذا المرض بالعراق بسبب ما يقوم به المواطن بالتعاطي مع اللقاحات أولاً، بالتعاطي مع الوعي الصحي ثانياً، والتعاون بقضايا أخرى. الشق الثاني والأهم هو تقصير السلطات الصحية بهذا الشأن، وهو تقصير بين. ببساطة راح أشرح لكم بـ30 ثانية ماذا يجري في العالم. لما تروح من دولة لدولة لازم تسوي PCR، تسافر للدولة الجديدة تنزل بيها يتركون PCR اللي انت مسوي قبل لا تطير بالطيارة، ويسووا لك PCR ثاني اللي هو التحليل مال الكورونا حتى يحددون ما يعرف بجغرافية الوباء. هنا عندنا بالعراق تنزل من الطيارة، طبعا انت من تطلع PCR تطلع $50 من اي شركة سياحية بدون ما تروح وتتعب نفسك. من تجي الطيارة المطار بغداد تنزل تلقى مضمد لابس صدرية بيضة يقول لك وين PCR مالتك، اي ورقة تشوفه يقول لك فوت. اما اذا كان جاي الحجي ويا حجاج اخرين فذولا معفين من PCR. هاي حياة ناس يا جماعة، والتقصير بيها والاهمال بيها والاستسهال بيها ده يؤدي الى 16,000 عراقي مات وتوفى وفقدناه بهاي الجائحة. أخاف وعندي خشية حقيقية أنه يضاعف هذا العدد مرة ومرتين بهذا الإيقاع وبهذه الدلالة. شكرا لكم وأشوفكم باكر.